Bonjour tout le monde, très contente de vous revoir aujourd'hui, très contente de vous revoir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va porter sur les temps verbaux en langue française. Mais bien avant, من A1 حتى لنيفو C2 داكور وهاد البرنامج غيكون ان شاء الله بالنسبه للناس اللي باغيو يتعلموا اللغه الفرنسيه من الصفر الى الاحتراف او الناس اللي باغي يجتازوا مباراه الدلف او الدالف داكور دونك هاد البرنامج ان شاء الله غادي يرضي الجميع يرضي جميع الاطراف اولا لان من نيفو A حتى نيفو B1 approximativement تقريبا غادي يكون شرح باللغه العربيه باش نرضي جميع الفئات داكور ونساعد الناس اللي محتاجين انهم يتعلموا اللغه بطرق بسيطه ويفهموا اشنو كنقول ابتداء من B1 حتى C2 غادي ان شاء الله غنوليو نديرو دروس 100% باللغه الفرنسيه يعني غادي غنتخلصوا من الترجمه اللي كانت يمكن ما كتعجبش بزاف تاع الناس وعندهم يمكن الحق في هذا الامر ولكن غيكون واحد استطلاع راي ان شاء الله ما غنوصلوا للنيفو B1 غادي نكون استطلاع راي وغادي نطلب منكم واش مستعدين نخوضوا المغامره ولا نكملوا المغامره تاع تعلم اللغه الفرنسيه فقط باللغه الفرنسيه داكور اولا باقيين محتاجين انني نصاحبها باللغه العربيه حتى تكون تعم الفائده بون هذا من ناحيه دونك غيطلب فقط التزام لا من طرفي لا من طرفكم انا غنلتزم ان غيكون واحد جوج الفيديوهات على الاقل في الاسبوع غتعطوني الايام اللي كتوالمكم مع الساعه اللي توالمكم انني نضع فيها الفيديو الدرس داكوغ وانتوما من جهتكم غتلتزموا معايا يعني يكون عندكم واحد الكتاب ديال فرونسي افيك نوما داكوغ وتكونوا متبعين يعني متعزمين باش ان شاء الله نوصلوا لو نيفو B1 يكون الجميع مستعد انه يكمل المغامره كيف قلت فقط باللغه الفرنسيه وراه انجع طريقه انا كنعاودها باش نتعلموا اللغه هي نتعلموها بالطريقه المباشره يعني عن طريق اللغه الفرنسيه وانا كنوعدكم وهذا ماشي وعد بالفور ماشي وعد هكذا انا كنوعدكم ان شاء الله مع الالتزام والرغبه غادي تعلموا كاملين وغادي تجاوزوا جميع الصعوبات اللي عندكم خصوصا صعوبات التواصل الشفهي او الكتابي اليوم ان شاء الله غنشوف معكم الازمنه لي طون فيربو وغتسمحوا لي انا راه ما غاديش نصاحب ولا غاديش نترجم كل طون فيربال بالعربيه لان كل لغه عندها الخاصيات ديالها اللغه الفرنسيه عندها الخاصيات ديالها اللغه العربيه عندها الخاصيه ديالها انا يمكن كنشرح بالعربيه باش يسهل عليكم الفهم انما لي طون فيربو راكم عارفين في اللغه الفرنسيه كاين عدد كبير من الازمنه الفعليه الوغ بالنسبه للازمنه الفعليه اولا بالنسبه للزمان ان فيت قبل ما ندوزو الازمنه الفعليه سيتادير لي طون فيربو دونك pour le temps en français est divisé en trois périodes, là, trois moments, trois grands moments. D'accord? Et maintenant, nous avons sur la ligne du temps, d'accord? Le mihwar, le mihwar zamani, nous avons ce que l'on appelle le présent, d'accord? Le hadir. Tout ce qui se passe avant le présent, c'est le passé. يعني الماضي. كاع الاحداث اللي كتوقع قبل الحاضر هي في الماضي لو باسي وجميع الاحداث اللي كتحدث اللي كتوقع من بعد الحاضر كنسموها كتوقع في المستقبل يعني لو فيتور دونك toutes les actions qui auront lieu après le présent Hein, sont dans le futur et tout ce qui se passe avant le présent c'est au passé d'accord donc au moment de la parole flour qui quand tu parles avec moi l'an gandouz l'azmina l'fi'liya
الوقت اللي كنتكلم معكم الان او مومون دو لا بارول نوز يوتيليزون لو بريزون دو لانديكاتيف كنستعملوا لو بريزون دو لانديكاتيف وما غنترجمهمش بالعربيه لان في ما كاينش كل لغه عندها الخاصيات ديالها وما كاينش مقابل تاع لو بريزون لامبارفي لو باسي كومبوزي لو بلوس كو بارفي ايتترا في اللغه العربيه دونك غادي نخلي الاسماء بمسمياتها كيف ما تسمات في اللغه ولكن غنشرح لكم استعمالات باللغه العربيه دونك عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف هنا لو بريزون دو لانديكاتيف دونك لو بريزون دو لانديكاتيف كنستعملوه باش نوصفوا واحد لاكسيون واحد الحدث وقع الان دابا او مومون دو لا بارول في الوقت اللي كنتكلم فيه كتوقع شي حاجه او ميم طون دونك هذا هو لو بريزون دو لانديكاتيف à savoir mais العلم ان le présent de l'indicatif عنده d'autres valeurs عنده استعمالات اخرى غنشوفهم معكم في فيديو اخر عنده علاقه فقط بلو présent de l'indicatif donc هنا en général هنا عامه le présent de l'indicatif كيوصف ليا واحد الحدث كيوقع الان d'accord très bien الى جيت بغيت نوصف واحد الحدث وقع قبل من لو بريزون دو لانديكاتيف قبل من لو بريزون دونك كي سو سيتو او باسي غنبدا اولا بلامبارفي غتكونوا كاملين سامعين لو طون لامبارفي داكور شنو هو لامبارفي ولا امتى كنستعملوا الزمن الفعلي اللي هو لامبارفي ما لامبارفي سي ان طون دو باسي واخا غنوصف به واحد الحدث وقع في الماضي ولكن هذاك الحدث عنده واحد الخاصيات الخاصية الأولى هو أنه حدث c'est une action indéterminée dans le temps شنو هي indéterminée dans le temps هي tout simplement واحد الحدث ما عرفتوش وقتاش بدا في لو باسي وقتاش انتهى غنقول لك مثلا hier je lisais une histoire hier je lisais une histoire donc ما غنقول لك انا je lisais une histoire البارح كنت كنقرا واحد القصه Donc, je lisais une histoire. استعملت l'imparfait. لأنني ما حددتش لك وما عرفتينيش إمتى بديت كنقرا l'histoire وإمتى ساليت القراءة تاع القصة. Donc, هنا غنستعمل l'imparfait. C'est une action indéterminée dans le temps. ولكن ردوا معايا البال راه انتهت في لو باسي ما مشاتش معايا لو بريزون. انتهت في لو باسي سوف كو ما عرفتش امتى بدات وامتى سالت فوالا داكور دونك هذه اهم يوتيليزاسيون لا اهم استعمال لامبارفي كاينين استعمالات اخرى غنشوفو معكم ايضا في فيديو خاص بلامبارفي حتى هو تري بيان افون لامبارفي كاين واحد لو طون كنسموه باسي سامبل هاد لو باسي سامبل ان فيت هو كيصاحب بزاف لامبارفي خصوصا في لي ريسيم كنكونو كنكتبو قصص مثلا قصه اولا تيكست ولا شي حاجه دونك غالبا كيكون لو باسي سامبل كيصاحب لامبارفي انا غادي نفسر لكم شنو هو لو باسي سامبل الا كان لامبارفي كيوصف ليا واحد الحدث ما عرفتش امتى بدا في الماضي وامتى انتهى Le passé simple, c'est le contraire. هو كيوصف ليا واحد الحدث déterminé dans le temps. كنعرفو امتى بدا وامتى سالا. هادي من ناحية. كيوصف ليا أيضا أحداث كتجي فجأة. دايوغ امتى كنستعمل لو باسي سامبل مثلا بغيت نعاود واحد الحاجه وقعت لي مثلا لا سيمين ديرنيير نقول لك بان ديمونش ديرنيير alors que je me promenais dans la forêt كنت كنتنزه في الغابه داكور avec mes par exemple avec mes amis soudain un chien surgit par exemple داكور ou là soudain un inconnu apparu d'accord غنقول لك فجأة شي حد بان او لا فجأة واحد الكلب خرج لينا او لا فجأة واحد ما عرفت واحد الشجرة طاحت علينا مثلا لا قدر الله دونك لو باسي سامبل كنستعملو فاش كنكون كنحكي واحد القصة داكور كنحكيها كنستعمل لامبارفي واحد الوقيته ما كنبغي نغير مجرى القصه
ما غنبغي نغير مجرى القصه غنستعمل لو باسي سامبل داكور هو سي ان طون ان فيت كي ني بلوز اوتيليزي ا لورال مكناش كنستعملوه شفهيا ولكن في لي ريسي باقين في كتابيا في القصص في لي كونت في لي رومان ايتترا باقي كنستعملوه وعندو دور مهم بزاف في تغيير مجرى القصص مجرى القصه فوالا تري بيان دونك فوالا لو باسي سامبل وهو ايضا قلت لكم كونتريرمون ا لامبارفيت qui est une action qui est déterminée dans le temps. Mon voyage, mon dernier voyage durera 2 semaines. Mon dernier voyage durera, on a qu'à stimuler le passé simple, 2 semaines. 2 semaines, c'est une durée déterminée dans le temps. D'accord? Alors, ta phonie, m'sab dit, ou m'sab 2 semaines. D'accord? Donc, on stimule le passé simple, ou m'a stimule, l'imparfait. Très bien. Elle dit, en fait, bien avant le présent, elle dit ce que l'on appelle le passé composé. Donc, il abrite, nous savons, l'action, yallah ou qa'at, fil madil qarib, ou machi, je ne parle pas du passé récent, le passé récent, c'est autre chose. Donc, je vais utiliser le passé composé, d'accord? Je vais utiliser le passé composé. Je vais vous dire, hier, j'ai rencontré mon ami, par exemple, Ahmed, ou là, je suis allée au cinéma, ou là, j'ai révisé mes leçons. Donc, ce sont des actions qui ont eu lieu dans un passé, mais un passé qui est vraiment très proche du présent. C'est bon? Très bien. Donc, la semaine dernière, on fait tout, dans l'imparfait, le passé simple, le passé composé, et les temps du passé. Rendons d'abord les actions qui auront lieu dans le futur. يعني الزمان اللي غادي يوقع ولا الاحداث باردون اللي غتوقع في المستقبل. عندي الحدث اللي غيوقع في المستقبل va être dans le futur de l'indicatif. Donc غنستعمل le futur de l'indicatif pour décrire une action qui aura lieu dans le futur. Radi nstaemel le futur de l'indicatif باش نوصف واحد الحدث غيوقع في المستقبل. Très bien. عندي واحد الحدث عندي جوج احداث. D'accord? جوج احداث غيوقعوا في المستقبل ولكن واحد قبل من الاخر. Donc, نعاود نفسر. جوج الاحداث. حدث جوج احداث غيوقعوا في المستقبل ولكن حدث غيوقع قبل من الحدث الاخر. اش غنستعمل باش نوصف الحدث الاول اللي غيوقع غنستعمل سكو لون ابل لو فيتور انتيريور لو فيتور انتيريور وردوا معايا البال راه لو فيتور انتيريور سي ان طون دو فيتور شي حاجه باقي ما وقعتش اتونسيون ماشي حيت سي ان طون كومبوزي زمان مركب راه محسوب على لو باسي دونك سي ان طون دو فيتور et donc, quand est-ce qu'on l'emploie? Fache qu'il y a juste l'ahdat, action 1, pardon, action 1, action 2. C'est bon? Donc, l'action 1, ratouqa, ou ratintahi, qbil, mais l'action 2. Donc, l'action 1, rastaimel le futur antérieur, ou l'action 2, rastaimel le futur de l'indicatif. Regardez comme un exemple, dès que la pluie cessera de tomber, dès que la pluie cessera, s'arrêtera de tomber, d'accord? Il partira. Donc, il y a les deux actions. Cesser de tomber ou partir, le futur. Donc, dès que la pluie cessera de tomber, yani وقت اللي غادي الشتا غادي توقف من 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 الهبوط من الهبوط من الهبوط d'accord? Radim chif halatou, il partira. D'accord? Radim chif. Donc, rinstemel flaction loula, rinstemel le futur antérieur, ou flaction numéro 2, rinstemel le futur de l'indicatif. C'est bon? Donc, fais tout d'abord. Had l'azmina ou khara k'tertali konf le tableau, smhouli. Donc, anabrit, ou l'hajat fermo, imtach k'instemel ou hom. Pour quelle raison شنو هما الاستعمالات ديالهم قبل ما ندوزو من بعد كل زمان فعلي والاستعمالات ديالو وحتى لا كونجوغيزون كومون كونجوغي باغ اكزومبل ان امبارفي او بريزون او فيتور انتيريور ايتترا دابا غندوز معاكم
الازمنه لو بلوس كو بارفي انت كنستعملو لو بلوس كو بارفي لو باسي انتيريور انت كنستعملو aussi le conditionnel présent et passé qui sont considérés comme des temps verbaux يعني انت كنستعملو le conditionnel présent et le passé اللي قلت لكم ديك المره انهم ازمنه من l'indicatif من le mode indicatif d'accord maintenant concernant le plus que parfait le passé antérieur quand est-ce qu'on les emploie d'accord donc الحاجه اللي خصكم تعرفوها ان بالنسبه le plus que parfait le passé antérieur دائما كنستعملوهم par rapport à une autre action وقعت في le passé parce qu'on a dit deux actions وقعوا في le passé عاد كنستعمل le plus que parfait وعاد كنستعمل le passé antérieur d'accord باش يكون المعنى انا غادي نفسر لكم دونك هاد لا بارتي ردوا معايا البال راه خليت واحد اون غروند بارتي في المحور الزمني خليتو لو باسي لان غنخدم على لو باسي دونك لو بريزون لو فيتور هادو حالهم ساهل دونك غنشوف معاكم هنا عندي هو لو باسي فوالا دونك هنا هو لو باسي غناخد واحد لاكسيون وقعات هنا باغ اكزومبل اون اكسيون وقعات فهاد فهاد هاد البلاصه مثلا في لو باس داكور دونك بغيت نستعمل لو بلوس كو بارفي امتى غنستعمل لو بلوس كو بارفي دونك لو بلوس كو بارفي جو في لومبلويي ان فيت بور ديكريغ اون اكسيون كي ا او ليو افون سيت اكسيون داكور عندي اون اكسيون هنا وقعات في لو باس سي بون وبغيت نوصف واحد لاكسيون اخرى وقعات بيان افون ال قبل منها جوجهم ولكن وحده عندي لاكسيون نيميرو 2 وعندي لاكسيون نيميرو 2 باردون نيميرو هادي لاكسيون نيميرو 1 وهادي لاكسيون نيميرو 2 دونك بغيت نوصف هاد لاكسيون اللي وقعات قبل من لاكسيون نيميرو 1 في لو باسي غنستعمل لو بلوس كو بارفي داكور دونك غادي نقول لكم مثلا je croyais qu'il avait plu. Je croyais qu'il avait plu. Donc, l'action numéro 1, il y a je croyais. Ou je croyais quoi? Qu'il avait plu, par exemple, hier. Ou là, qu'il avait plu avant-hier. Donc, non, Radine dit qu'il avait plu. Rastemet, le plus que parfait. علاش استعملت لو بلوس كو بارفي قلت لكم لان عندي واحد لاك دو زاكسيون وقعوا في الماضي جوج الاحداث وقعوا في الماضي وحده وقعت قبل من الاخرى دونك باش نوصف الحدث اللي وقع قبل من الاخر غادي نستعمل لو بلوس كو بارفي عطيتكم ليكزامبل جو كرويي كي لافي بلو شنو هو الحدث اللي وقع قبل هو اي لافي بلو داكور والحدث الثاني هو Je croyais. L'action numéro 2, il y a je croyais. Le passé antérieur. Le passé antérieur, en fait, quand on a un chiffre visible, le passé antérieur, il y a la valeur, le plus que parfait. Il y a des choses qui sont faites, qui sont faites, qui sont faites, plus que le passé antérieur. Sauf que le hadith l'ouïe, خصو يكون في لو باسي سامبل والحدث باردون ماشي الحدث الاول الحدث الاول اللي وقع خصو يكون في لو باسي اونتيريور والحدث الثاني هو اللي غيكون في لو باسي سامبل دونك ما غيكونش عندي هاد ليكزومبل غيكون عندي مثلا اكزومبل تاع دي كيل او سي سي دو بلوفوار دونك ديما لو ميم اكزومبل اللي عطيتكم il parti donc عندي جوج الاحداث وقعوا في الماضي هل الحدث الاول UCC de pleuvoir donc UCC الحدث الاول هو هذا والحدث الثاني هو parti donc اللي وقع الاول هو UCC de pleuvoir نستعمل le passé antérieur لانه الحدث الاول اللي وقع الحدث اللي غيوقع من وراه في الماضي هو بارتي غيكون في لو باسي سامبل دونك الا كان عندي لو باسي سامبل وبغيت نوصف واحد الحدث وقع قبل منه غنستعمل لو باسي انتيريور سي بون نتمنى انكم فهمتوني راه كنزرب شي شويه باش نطول الفيديو بزاف ولكن الا ما فهمتوش شي حاجه نعاودها معكم ماشي مشكل دونك
غنستعمل لو باسي اونتيريور ما غيكون عندي جوج احداث في الماضي. الحدث اللي وقع الاول هو اللي غنديرو في لو باسي اونتيريور والحدث اللي غيوقع من وراه وغنحطو في لو باسي سامبل. الا كان عندي لو بلوس كو بارفي في الحدث الاول دونك الحدث الثاني غيكون سوا في لامبارفي سوا في لو باسي كومبوزي داكور لي دو les deux reconnaissent soit le passé composé ou là le hada le l'imparfait pardon l'imparfait c'est bon غندوز معاكم دابا خصني يمكن نمسح الصبوره لان عمرتها بزاف غندوز معاكم le conditionnel اولا اللي كنسموهم le conditionnel en tant que temps verbal اولا اللي كنسموه ايضا le futur du passé le conditionnel présent le futur du passé يعني واحد الحدث هنا عندي واحد الحدث وقع في لو باسي داكور وهنا دابا بغيت نوصف واحد لاكسيون واحد الحدث اخر وقع من بعد منه ابري ماشي افون انا وريتكم دابا افون لاكسيون ها هي لاكسيون ها الحدث اكسيون اللي كندوي عليها ديال هذا هو لو روبير داكور C'est bon. Donc avant, il a besoin de savoir quel est le passé soit on utilise le plus que parfait, ou alors on utilise le passé antérieur. Il a quand même de l'action pour le passé simple. C'est bon. D'abord, il a besoin de savoir quel est le passé maintenant. Donc c'est le futur du passé ou là pratiquement qu'un mot le conditionnel présent. Rangoulik, je croyais non. Qu'il pleuvrait. Yani min bad. D'accord? Mais je croyais qu'il avait pleu. Qabel minno. Non, je croyais qu'il pleuvrait. Donc, hna gnstamel le conditionnel. Je croyais qu'il pleuvrait. Voilà. Et hna le conditionnel est considéré en fait comme le futur du passé. C'est bon? Fhamtou had nokta. Donc, عندي هنا je croyais qu'il pleuvrait mais bête d'accord qu'il pleuvrait le lendemain ma استعملش demain attention parce que c'est le futur le lendemain يعني نهار من بعد je croyais qu'il pleuvrait le lendemain c'est bon très bien غندوز معكم دابا le conditionnel passé le conditionnel passé en fait امتى كنستعملو لاحظوا معايا ردوا معايا البال مزيان Le conditionnel passé en tant que temps verbal, mais en tant que mode. Il y en a les modes, les utilisations de l'ambouhdan. Donc, il y a le conditionnel passé. Ou il y a un peu de temps, il y a un peu de temps passé. Ou il y a un peu de temps. Il y a l'action repère. D'accord? Donc, je croyais. Il y a un peu je croyais. Le conditionnel passé qui est utilisé en tant que futur antérieur du passé. Allah ya rabbi Allah, shahadchi. Futur antérieur du passé. C'est là. On dit l'action numéro 1, il y a je croyais. D'accord? Ou on dit l'action numéro 2, qui est là, il y a hadi. Ou on dit l'action numéro 3, il y a hadi. غنعبروش عليها بفعل غنعبرو عليها بحاجه اخرى نعطيكم اكزامبل نعطيكم اكزامبل باش غنفهموا لوتيليزاسيون دو كونديسيونيل باسي اون طون كو طون دو لانديكاتيف غادي نقول لك جو كرويي كيل اوري بلو هنا استعملت لو كونديسيونيل كيل اوري بلو افون سون ديبار Avant son départ. Ah, donc il y a le benzien. Là, on dit trois actions. Là, l'action même brèche, elle a fait, ou elle a quitté l'Ehdat. On dit l'Ehdat l'oul, annani, kint kandob. L'Ehdat tani, shtakate. L'Ehdat talit, ou annahum chef halat, ou son départ, yani, il est parti. D'accord? Très bien. هنا هدف الماضي هدف الماضي وحتى هدف الماضي ولكن هذا هو الاول كنت كنظن اشنو كنت كنظن ان الشتاء داكور غطيح قبل ما يمشي في حالاته
دونك الحدث الثاني هو الشتا كطيح والحدث الثالث هو انه يفا بارتي 3 دونك هذا اش كنسميه كنسميه لو فيتور انتيريور ديال اش ديال لو باسي هو واحد الحدث وقع ما بين جوج احداث داكور جوج احداث في الـ في الـ في لو باسي واحد فيهم هذا الى انتيريور سي بون الاول ثاني il est futur هذا راه فيتور ديال هذا سي بون جا من بعد منه وهذا راه جا من بعد من هذا هذا لو فيتور ديال هذا داكور دونك هذا بارابور ا جو كرويي سي سون فيتور سي بون ولكن اوري بلو راها سي لو فيتور انتيريور ديال سون ديبار يعني حدث وقع قبل ما يوقع هذا في المستقبل ديال الحدث جو كرويي كنتمنى انني ما كثرت عليكم المفاهيم كنتمنى انكم ما دختوش معايا كنتمنى والا والله غادي ندير واحد عاوتاني نعاود الدرس اولا ندير فيديو على لو كونديسيونيل باسي ولا غادي ندير فيديوهات على كونديسيونيل باسي كونديسيونيل بريزون كلشي انا دابا بغيتكم غير بصفه عامه تفهموا لي زوتيليزاسيون ديال لي طون فيرب وتفهموا بعدا هاد لي طون فيرب شنو هما علاش عندنا بزاف تاع الازمنه الفعليه في اللغه الفرنسيه راه ماشي غير هكداك وما عنديش الحق انني نستعمل اي واحد كيف ما بغيت داكور وخصوصا ملي كيكون عندي مجموعه تاع الاحداث مرتبه وقعات في الماضي ووحده فيهم وبغيت نبين بغيت نبين ان وحده وقعت قبل من وحده او لو وحده وقعت من بعد من وحده او لو وحده وقعت ما بين جوج احداث وهنا غنستعمل لو فيتور انتير باردون لو كونديسيونيل باسي لو كونديسيونيل باسي باش نقول لكم ان هذا الحدث راه في نفس الوقت هو مستقبل تاع حدث وقع في الماضي وفي نفس الوقت هو راه الماضي تاع واحد الحدث وقعته هو في المستقبل ولكن دائما راح اوني دون لو باسي رحنا في لو باسي راه باقي ما دويناش على لو فيتور راه ما وصلناش لو بريزون حنا كنعيشو دابا غير في الماضي كنعاودو احداث وقعات في الماضي داكوغ ولكن مرتبه سي بون تري بيان دونك فوالا لي ديفيرونس زوتيليزاسيون دي طون فيربو اون لونغ فرونسيز جيسبر كو فوز افي كومبري لا لوسون دونك كنوعدكم ان غادي يكون درس فيديو خاص لكل زمن فعلي يعني بلا ما هذا ديروا غير فيديو استئناس غادي تستأنسوا بالازمنه وتفهموا شي شويه تفهموهم من بعد انا ان شاء الله راه غادي ندير معكم لو بريزون على حقو طريقو لو فيتور على حقو طريقو لي طون هادو بلوس كو بارفي امبارفي على حقهم طريقهم تتفهموهم مزيان واللي عندكم ان شاء الله تستعملوهم بطريقه تلقائيه وهذا هو هذا هو الهدف من هذا الدروس فوالا دونك ميرسي انورميمون ميرسي بور فو كومونتير بور فو انكوراجمون الله يجازيكم عني كل الجزاء زعما خير الجزاء ما شاء الله انا والله الفرحه اللي كتدخلوها عليا ما كنقرا دوك الرسائل وسمحوا لي الا ما قدرتش نجاوب الجميع كنشوف جميع التعاليق وجميع الرسائل شكرا بزاف والحمد لله انني استطعت انني نساعد نساعد بزاف الناس منكم وشكرا حتى الناس اللي ما كيبخلوش عليا بالمعلومات باقتراحات بنصائح الله يجازيكم عني خير الجزاء وموعدنا ان شاء الله في درس مقبل في القريب العاجل مع السلامه.